الآن وقفة مع أخبار المال والأعمال والتفاصيل مع مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا إلهام نمر وشكرا دينا فكري. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة من التلفزيون المصري. أجرى وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا جولة تفقدية بميناء الحمراء البترولي في مدينة العلمين الجديدة، وقام خلال هذه الجولة بافتتاح ووضع حجر أساس لعدد من مشروعات التطوير والتوسعات الجارية بالميناء. الملا أكد خلال هذه الجولة على أن هناك رؤية وخطط عملية منفذة من قطاع البترول لاستثمار الإمكانيات الكبيرة وتطوير اللوجستيات والبنية التحتية البترولية بمنطقة الميناء وتوسعاته، بما يسمح بمواكبة النمو والتوسع العمراني والتنموي المستمر في منطقة العلمين والمنطقة الغربية من مصر. أطلقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي، تشمل تلك الفرص منتجات ومستلزمات بالقطاعين القطاعات الهندسية والكيماوية ومواد وبناء والمواد الغذائية والدوائية، وذلك بعد إجراء دراسة تحليلية للواردات، حيث يمكن أن تسهم هذه الفرص الاستثمارية في سد فجوة استيرادية تقدر ب 30 مليار دولار. أوضحت الهيئة أن الإعلان عن الفرص الاستثمارية تزامن مع إطلاق المرحلة الخامسة من خريطة الاستثمار الصناعي للأراضي الصناعية، وسيتم فتح باب التقدم في 16 من أغسطس الجاري للحصول على أرض تصل إلى 790 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق. في أسواق المال، حيث ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي لدى إغلاق تداولات وتعاملات اليوم مستهلة تعاملات الأسبوع مدعومة بعمليات شراء من المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية والمحلية، فيما مالت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع. أما على صعيد المؤشرات فارتفع مؤشر EGX30 بما نسبته 82% ليصل ويحقق 17856 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بما نسبته 55% ليغلق عند مستوى 3599 نقطة. هذا وقد صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بما نسبته 72% ليغلق عند مستوى 5324 نقطة. أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج العربي مرتفعة في أعقاب ارتفاع أسعار النفط في آخر تداولات رسمية، واستمر المؤشر السعودي في تحقيق مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي مرتفعا بنسبة 1.1% مدعوما بصعود سهم شركة أرامكو السعودية العملاقة ب1.6%، كما صعد المؤشر القطري بنسبة 4% مع ارتفاع سهم صناعات قطر للبتروكيماويات بنسبة 8%. ذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن الميزانية العامة للدولة سجلت في نهاية النصف الأول من العام الجاري فائضاً مالياً يقدر ب 656 مليون ريال عماني، أي ما يوازي 1.71 مليار دولار. كانت وكالة مونز للتصنيف الائتماني قد رفعت من تصنيف عمان في مايو B2 إلى الماضي، وأبقت على نظرة مستقبلية إيجابية مرجعة ذلك إلى قوة المؤشرات المالية هناك. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة. عناوين الختام وختام النشرة نعود بها من جديد مع إلهام نمر ودينا فكري. شكرا لك مصطفى ميزار.